Cet outil vous permet d'utiliser l'internet pour rechercher des infos. تنظيمية ولجنة تقنية وكل الأطر المركزية وخاصة السيدة المحترمة مديرة برنامج جيني مديرة إلهام العزيز. الان تنحضروا في واحد الورشه على شكل مسابقه رقميه تفاعليه اسمها تحدي الاشهادي. هذه المسابقه الغرض ديالها هو دعم تعلم التلاميذ وتتهيئهم للامتحان الوطني بطريقه مرحه ورقميه وتفاعليه. اذا هي مجموعه من الاسئله اللي في البرنامج، يعني البرنامج الرسمي ديال اللي غادي تتحط في الامتحانات، مقرر ديال في جميع المواد اللي غيكونوا في الامتحان الاشهادي الوطني ديال البكالوريا. اذا حضرنا هنا كانوا مجموعه ديال التلاميذ الثانيه بكالوريا اللي شاركوا في هذه المسابقه هذه، وكما شفتوا ان كان واحد التفاعل واحد النشاط واحد المرح، وما كانش ذاك الدهشه من الاسئله كما تيتعاملوا مثلا مع الاسئله بواحد الطريقه عاديه. اذا هذه طريقه جديده اللي تخليوا التلاميذ انهم يراجعوا بطريقه مبتكره ورقميه تفاعليه. للاشاره، هذه المسابقه هي مسابقه مبتكره من طرف الاستاذه فاطمه زهراء السعود من مديريه طنجه اصيله، اللي هي عملات على تطوير هذه المسابقه، وحنا حاولنا نتقاسموها في هذا المعرض الدولي وفي افق انها تعمم على جميع المؤسسات. الاسم ديالي شيماء احدف من المدرسه الثانويه التاهيليه ابن سينا. المسابقه كانت جد مشرفه زعما في المرتبه في المستوى، وشملت مجموعه من الاسئله التكوينيه اللي كتوجدنا للاجتياز الوطني، وكانت وفيره بالمعلومات. السلام عليكم، معك جمعيه الاباء من ثانويه ابن سينا التاهيليه. الحمد لله شاركنا في هذه المسابقه اللي كانت مسابقه مشرفه وهي جيده بالنسبه للتلاميذ المستوى البكالوريا. كانوا فيها اسئله جد ممتازه، وكنظن بانها غتفيد التلاميذ بواحد الشكل اللي هو جيد جدا، ونتمناو هذه المسابقات يتعمموا في المملكه المغربيه، وعلاش لا يكونوا حتى موسميا في المدارس ليساعدوا التلاميذ على انهم يوجدوا الباك ديالهم. يوسف بن الشيخ، مدرسه ابن سينا، الحصل على المرتبه الاولى في هذه المسابقه. صراحه مسابقه جد مفيده، استفدنا فيها بزاف ديال الحوايج اللي غينفعونا ان شاء الله في الامتحان الوطني اللي حنا متبوعين به، ونتمنى يكونوا بزاف بحال هذه المسابقات في المغرب ديالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.